أحد أبرز الأحداث التي جرت مؤخراً تمثلت في تقارب قوتين إقليميتين هما السعودية وإيران، التي شهدت علاقتهما جهوداً دبلوماسية مكثفة من قبل الطرفين في قضايا متنوعة مثل الأمن الإقليمي والتعاون الدبلوماسي الاقتصادي والعسكري، فماذا كانت أبرز المحطات فيها؟ في السنوات الأخيرة شهدنا تقارباً تدريجياً في العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران الإسلامية على شتى الأصعدة، كان أبرزها الأمن الإقليمي. وذكرت صحيفة العرب أن هذا التقارب بين الرياض وطهران أسفر عن الاستقرار في المنطقة من خلال تسوية الملفات الإقليمية المسببة للتوترات كتهدئة الصراع الدائر في اليمن، وقد تدفع هذه الأجواء الجديدة باتجاه إيجاد حلول للأوضاع في سوريا ولبنان. قنصلي وزارة أمور خارجية قادشاهية عربستان السعودي سفراي محترم. أما على صعيد التعاون الدبلوماسي، أعادت إيران فتح سفاراتها في السعودية بعد قطيعة دامت 7 سنوات، وكانت خطوة جديدة في العلاقات بين البلدين. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن التعاون الدبلوماسي بين البلدين يدخل حقبة جديدة، وأضاف أن الدبلوماسية هي أفضل وسيلة للتواصل والحوار بين الدول للوصول إلى الاستقرار والتفاهم المشترك. شهدت الاتفاقية الجديدة بين الرياض وطهران تعزيز الاستثمارات بين البلدين، وذكر موقع الجزيرة بأن ضخ أموال سعودية في شكل استثمارات مباشرة في إيران من شأنه أن يحسن من أداء سعر صرف العملة الإيرانية، خاصة إذا كانت تلك الاستثمارات بمبالغ كبيرة ومستدامة. وفي المقابل فإن المصلحة الاقتصادية بين البلدين تقتضي أن تضخ إيران استثمارات مماثلة في المملكة العربية السعودية، بما يؤدي إلى تمتين العلاقات وتعزيز المصالح المشتركة. وفي مجال التعاون العسكري، ذكرت وكالة بلومبرغ أن قادة كبار في السعودية وإيران ناقشوا التعاون العسكري بين البلدين في محادثة وصفت بالنادرة. ونقلت بلومبرغ عن وكالة أنباء الطلبة الإيرانيين أن وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان قال لرئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية محمد حسين باقري أنه يرحب بزيارة مستوى التعاون القوات المسلحة للبلدين. التقارب السعودي الإيراني والتفاهم المشترك بينهما في جميع الملفات العالقة من شأنه أن يعلي من مكانة المنطقة ويساعد على تعزيز استقرارها أمنياً ونموها اقتصادياً. وأعربت السعودية وإيران عن التزامهما الكامل بتطبيق اتفاق بكين، مما يؤدي حرصهما على المضي قدماً في مسار تحسين العلاقات بينهما.